بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنكمل الفصل الثاني ببرامج الإرشاد النفسي، وإن شاء الله هنتكلم اليوم على موضوع مهم جدا بالنسبة لأساسيات برامج الإرشاد النفسي، وهو المقابلة الإرشادية. طيب، المقابلة من الموضوعات المهمة في إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة بشأنهم، يعني من الأساسيات اللي لازم إن شاء الله إن إحنا نهتم بيها ونحاول إن إحنا نكتسبها وكيفية إجراءها ومعلومات مهمة عنها لي أنا كمتخصص في ذلك المجال، أو لو أنا حبيت أعمل جلسة إرشادية مع ذوي الاحتياجات الخاصة. فهنا إحنا هنتكلم على جانب عملي أو جانب توضيحي للمقابلة الإرشادية، ويا ريت الكل يهتم بهذا الموضوع اهتمام كبير. طبعا المقابلة الإرشادية عبارة عن تقديم المساعدة المناسبة للمستبشر، تقديم المساعدة المناسبة للمستبشر من خلال الاستبصار بمشكلته، التعرف على مشكلته، الاستبصار بمشكلته والكشف عن الحلول الممكنة له. كمان احنا مش هنعرف بس المشكلة أثناء المقابلة، مش هنعرف فقط المشكلة، احنا كمان هنكشف عن الحلول الممكنة له. ما هي الحلول التي يمكن أن تحل هذه المشكلة؟ تكون هذه الحلول مقبولة اجتماعيا، مش اي حل كده، لا، ده انا لازم الحل ده يكون مقبول اجتماعيا، يعني الحل ده يقبله المستبشر ويقبله من حوله ويقبله المجتمع، وهي ايضا تتمثل في العمل على فهم المستبشر لنفسه. طيب انا خلال المقابلة هعمل ايه؟ المستبشر هساعده ان هو يفهم نفسه، فهم المستبشر لنفسه وميوله ونقاط قوته ونقاط ضعفه، اتكلمنا عليها قبل كده، تعرف على نقاط القوة والضعف. وإذا أدرك كل شخص فينا نقاط قوته وضعفه واستطاع أن يتحكم في نقاط ضعفه ويستغل نقاط قوته، سيتحسن ويتطور ويصل إلى مستويات وأقصى حد ممكن من إمكانياته، وذلك من أجل صناعة القرار المناسب واتخاذه في الوقت المناسب. هنصنع القرار المناسب وهنتخذه كمان في الوقت المناسب. طيب، إجراءات المقابلة الإرشادية ناخدها كده بخطوات. الأول إعداد للمقابلة، تحديد وقت المقابلة، طب المكان هيكون فين، البدء المناسب، تكون علاقة تتسم بالألفة، تخفيف قلق المستبشر، الحالة أو الطفل اللي أمامك أحيانا بيكون قلقان، نحاول إن احنا نخفف عنه القلق ده، المواجهة المناسبة لأسئلة المستبشر، الأسئلة تكون أسئلة مناسبة. طيب المستبشر كمان عليه يعني أو المرشد عليه الصمت والإنصات، المرشد ما ياخدش فرصة ان انا مرشد او انا اللي بقدم الجلسة اتكلم اكتر من المستبشر، كيف هتعرف مشكلته وكيف هتحدد نقاط قوته وضعفه وكيف هتحط له الحلول؟ فيجب على المرشد ان يصمت وينصت ويستمع للمستبشر. الطرح السليم للاسئلة والموضوعات للنقاش، لازم يكون فيه اسئلة واضحة يعني غير غامضة، وهكذا موضوعات للنقاش تكون مفيدة، مش موضوعات للنقاش غير مفيدة. مساعدة المستبشر على أخذ القرارات المناسبة، أنا بساعد المستبشر إن هو ياخد القرار المناسب الذي يصل به إلى حل للمشكلة، وفي النهاية أنا بضع إنهاء المقابلة. طيب، لو اتكلمنا عن أنواع المقابلة الإرشادية، وده برضه من الموضوعات المهمة بالنسبة لنا، عندنا مقابلة تشخيصية ومقابلة إرشادية ومقابلة علاجية. طب ما هو تعريف كل واحدة منهم؟ هنتعرف على تعريف المقابلة التشخيصية وهدفها. تهدف المقابلة التشخيصية إلى الكشف عن العوامل الدينامية المؤثرة في سلوك المريض أو الحالة أو المستبشر، والتي أدت إلى الوضع الحالي له. هنكشف عن العوامل التي أدت إلى هذه الحالة، ما هي العوامل التي أدت هذه الحالة؟ طيب، في إيه بقى؟ في ضوء ذلك وفي ضوء ذلك هنصيغ الأسئلة الهادفة للحصول على معلومات عن ماضي المستبشر وحاضره. جميل، هنتعرف على ماضيه وعن حاضره وشخصيته وطبيعة مشكلته في المقابلة التشخيصية دي، والربط بين هذه المعلومات للخروج بأفكار تشخيصية عن سلوك. كل الهدف ان احنا نخرج بأفكار تشخيصية عن سلوك هذا المستبشر. طيب، المقابلة الإرشادية تهدف هذه المقابلة إلى تمكين الفرد من فهم نفسه، هيفهم نفسه وقدراته واستبصاره لمشكلته، هنكمل على مشكلته واستبصاره لإيه؟ لمشكلته ونواحي القوة والضعف عنده، يتعرف على نقاط قوته ونقاط ضعفه. وتستعمل هذه المقابلة في حل المشكلات الانفعالية
التي لم تصل إلى حد الاضطراب النفسي. يبقى احنا هنحل مشكلات انفعالية في بدايتها، وده هدف الإرشاد النفسي، ان احنا بنتعامل مع المشكلات الأقل تعقيدا وليس الأكثر تعقيدا. الأكثر تعقيدا يتعامل معها العلاج النفسي. وفي مثل هذه الحالة تعد مقابلة الإرشاد بدرجة من درجات المقابلة العلاجية. فالإرشاد النفسي جزء أو درجة من درجات العلاج النفسي. طيب، تهدف هذه المقابلة، المقابلة العلاجية، وده النوع الثالث، إلى استبصار الفرد بذاته. هيستبصر الفرد بإيه؟ بذاته وبسلوكه. يبقى المقابلة دي بتحدد أو بتعرف الفرد على ذاته وسلوكه ودوافعه وتخلصه من المخاوف. فاحنا نعالج بقى والصراعات الشخصية التي تعرفك، ونحاول ان احنا نقلل ونحل المشكلات التي يعاني منها، وتحقق الانطلاق لمشاعره، ونحقق الانطلاق لمشاعره وافكاره وانفعالاته، وكمان انفعالاته واتجاهاته ومساعدته في تحقيق ذاته وحل صراعاته. زي ما احنا قلنا في المقابلة العلاجية، احنا بنحاول نخلصه من مخاوفه وصراعاته الشخصية.